معكم مرة ثانية مشاهدينا الأعزاء ولسه مكملين مع حضراتكم. للأسف بيصيب مرض الزهايمر 6% من سكان العالم فوق 65 سنة، لكن في بعض الأحيان بيبدأ للأسف برضو قبل كده، ورغم أن ما فيش علاج شافي تماما لغاية دلوقتي من المرض إلا أن الاكتشاف والتدخل العلاجي المبكر، نحط تحتها مليون ألف خط، بيساعد على إبطاء تطوير المرض وبيساعد المريض على حياة مدة أطول وأصح ويكون صحي كمان. وعلى نطاق العالمي وحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، عدد مرضى الزهايمر يبلغ حوالي 35 مليون شخص، ومن المتوقع للأسف، مش عاوز أقول لكم كل الأخبار دي بس لازم أقولها، هيوصل عدد المرضى على مستوى العالم في 2030 لحوالي 65 مليون شخص، وكمان في 2050 يعني 2050 هيوصل عددهم ل 115 مليون شخص. بيصيب مرض الزهايمر الخلايا العصبية، وهو اضطراب دماغي يؤثر بشكل خطير في أداء المريض لحاجته وأنشطته اليومية. ومع ذلك أسباب مرض الزهايمر بالذات ما زالت مجهولة، بالرغم من وجود كتير جدا من النظريات. في حاجات كتير قوي محتاجين ان احنا نعرفها وندرسها اكتر. معانا النهارده ومشرفني الحقيقه في الاستوديو يعني متشكره جدا لوجوده معايا النهارده، هو دكتور طارق توفيق، استاذ امراض المخ والاعصاب بكليه طب جامعه القاهره. يا دكتور طارق شرفتنا ونورتنا النهارده في عسل ابيض، وبشكرك جدا على الاستجابه السريعه. انا عارفه ان يعني سكادجول بتاعك او وقتك ضيق، ولكن الموضوع النهارده موضوع مهم جدا، فبشكر حضرتك على وجودك معايا النهارده. انا اللي اشكر حضرتك على التقديمه الجميله. قولي بقى يا دكتور، دلوقتي الزهايمر مرض عملوا عليه دراسات كتير قوي ونظريات كتير، وقالت لك المنظمة العالمية قالت لك ده ما فيهوش فايدة وملوش علاج، وناس ثانية قالت لك لا في علاج، بحث متواصل. عاوزين نعرف باختصار شديد الزهايمر ايه هو؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم. هو حضرتك قلتي قدر محترم جدا من المعلومات ان شورت تايم، وده شيء جميل. شكرا. واضح ان انت عندك باك جراوند كويس وما بتقريش من ورقه. بحاول اقدر قوي. عايز اقول انه بادئ ذي بدء، يمكن دي فرصه انه معظم الاعلام المصري ومعظم الافلام المصريه لما تيجي تتناول الزهايمر ديزيز يقول لك هو عنده زهايمر. تعتقد منهم ان الالف واللام للتعريف، زي ما نقول افرضي واحد اسمه محمد السيد، ينفع يبقى اسمه محمد سيد؟ فالناس هنا بتعتقد ان الالف واللام دي اضافه للديفينيشن للتعريف، وبالتالي يقول لك عنده زهايمر. هي تو ستارت وذ، هو مكتشف هذا المرض رجل الماني اسمه الويس الزهايمر. هنا ال دي مش ديفينيشن، هو طبيعه اسمه كده. الويس الزهايمر. طب احنا نقولها الزهايمر ديزيز، لكن ما ينفعش نقول زهايمر. لما الدكاتره المتخصصين على الكلام ده بتقعد تضحك. فانا مبسوط قوي ان حضرتك قلتي الزهايمر. ادي اول معلومه. المعلومه الثانيه، هو اللي اكتشفه راجل الماني سنه 1906. وهذا الرجل كان نيوروباثولوجيست، يعني كان بيشتغل في الباثولوجي او في علم الامراض والانسجه. هو اللي اكتشف هذا المرض. الحقيقه منذ اكتشاف هذا المرض والابحاث زي ما حضرتك تفضلتي تسير على قدم وساق وفي جميع الاتجاهات. ليه؟ لانه بس عشان اقول لحضرتك، زي بالاضافه للاحصائيات العظيمه اللي حضرتك ذكرتيها، اسمحي لي اضيف انه مثلا في بلد زي امريكا، وهي الاكثر تقدما على مستوى العالم في جميع المجالات. في الحقيقه هم عندهم، انت عارفه حضرتك انه من ضمن اشهر الناس اللي اصيبوا بالالزهايمر رونالد ريغان اللي كان رئيس امريكا، وزوجته السيده نانسي عملت فاندنج رهيب بمليارات الدولارات تبرعات لتدعيم الريسيرش في مجال الالزهايمر. عشان نتخيل حجم المشكله في امريكا بيرسي، رايت ناو كرنتلي ات ذا مومنت عندي 4.5 مليون امريكانز هو هاف جوت الزهايمر ديزيز. اكسبكتد 2050 يبقوا 14 مليون. يا نهار ابيض، انا هقف عند النقطه دي. في بلد متقدمه تقدم مذهل وتسبق العالم بعشرات السنين بكل حاجه. احنا معانا بس محمد على التليفون. بليز يا استاذ محمد، مساء الخير. مساء النور. اتفضل يا فندم، الدكتور معاك. هو حضرتك بعد الفيديو اللي انت عملتوه على التلفزيون ده، انا اكتشفت ان حياتي كلها ماشيه غلط الصراحه. لا انا مش سامعه اي حاجه. ولا انا. بتتكلم عن الفيديو بتاع السوشيال ميديا. اكتشفت ان انت كل حاجه بتعملها غلط زي كده. كلها. انا برضه كنت قاعده بتفرج برضه يا ابني، وقلت نفس الحاجه. طيب ممكن اسال الدكتور سؤال؟ اتفضل، الدكتور معاك، اتفضل.
انا دكتور كان بابايا عنده زهايمر وكده، كان كل شويه يفتكر ومش عارف ايه ويرجع تاني، فانا عايز اعرف الحاله بتاعته دي ظروفها ايه بالظبط. هو الولد عنده قد ايه؟ لا، باباه هو اللي كان عنده الزهايمر. سن قد ايه؟ سن باباك قد ايه يا محمد؟ سن بابايا 65. 65. وهو الدكتور قال له ان انت عندك الزهايمر، شخص بكده؟ كان في امريكا هو. اوكي، وانت عاوز تسال الدكتور عن ايه؟ هو الدكاتره هناك مش عارف مالهم، انا حاسس انهم مش دكاتره اصلا. ليه؟ فانا قلت الدكتور بقى ممكن يفيدنا باي حاجه، اصل بابا ايه ساعات حالته بتبقى حلوه وساعات بتبقى وحشه، فانا مش عارف ظروفه ايه. طيب حضرتك عاوز تساله اي سؤال يا دكتور؟ لا. طيب مشكوره جدا يا محمد. بس علق اتفضل. 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 هو بس احنا هنا الحقيقه عشان احنا بس دخلنا بسرعه، الزهايمر ليه ثلاث انواع. نوع بيجي النوع المعتاد باست او بعد سن 65. نوع ليس كومن اللي هو ايرلي، ده بيحصل في اقل من 65. نوع اكستريم ريل اللي هو النادر جدا للفاميليا اللي هو بيمشي في العائلات، وده بيوصل لغايه الاربعينات. تو ستارت وذ، الاول ابقى انا كوايت شور او متاكد تماما من دايجنوستس از الزهايمرز. ليه؟ لانه التشخيص يكون الزهايمر. لانه انا عارف ان الخرف في الشيخوخه 70% منه سببه الزهايمر، لكن في حاجات اخرى. الفاسكولار ديمنشيا، ودي خطيره جدا. ليه؟ لان الفاسكولار ديمنشيا اللي هي تبدا بتصلب شرايين المخ. يعني فرين جالي عيان عنده 65 سنه، عنده ضغط وعنده سكر وعنده ترايجليسرايدز وعنده الكوليسترول عالي، مفيش دوره دمويه خالص، تخين وعنده اليوريك اسيد عالي، وبعدين بيبتدي يدوخ وبيقع وبيفقد الوعي، وبعدين بدا ينسى وما يركزش، والبول يحصل له سلس بولي. هشخص ده الزهايمر؟ يبقى انا مش دكتور. اوكي. كل الاعراض هنا تتشابه تماما مع الالزهايمر. طب اشخص الالزهايمر ازاي؟ ما انا هقول لحضرتك. هنا في فاسكولار فاكتور، ريسك فاكتورز. عيان الالزهايمر موست بروبابلي ما عندوش ريسك فاكتورز دي كلها. عوامل، نقول العوامل المؤديه. ريسك فاكتور، عوامل خطوره. عوامل الخطوره. مش موجوده. نمره اتنين، الاثنين بينسوا. والاثنين بينسوا الحاجات الحديثه. والاثنين يقدروا يسترجعوا تماما الاحداث القديمه، ولكن مريض الالزهايمر ديتيريوريتنج بروجريسيفلي، بتزيد، بتتطور بسرعه جدا. لكن مريض الاثيروسكلوزس يسموه، حتى يجي يقول لك ايه، زي موج البحر، يعني ممكن يعني يتحسن وبعدين يسوء، يتحسن اللي هو يسوء. تغلط الالزهايمر لا، دايما العيان بيسوء. يعني معنى كده يا دكتور الفرق ما بينهم ان الزهايمر بيبتدي ينسى القديم والجديد، لكن لا، الاول ينسى الجديد. ينسى الجديد وبعد كده القديم ده عشان ينساه، القديم مرحله متاخره جدا. طيب وبعد كده يبتدي ينسى هو بيعمل ايه وبيسوي ايه والكلام ده كله. لكن تصلب الشرايين، او يبتدي تصلب الشرايين بقى ازاي؟ المخ يبتدي بحاجات تانية في الاول، دوخه، تلميذ في ايد ورجل، سلس بول، الدوره الدمويه مش ماشيه، مش جسم قصور في الدوره الدمويه المخيه، تمام، ازدواج في الرؤيه، العسمه في الكلام، والالزهايمر ينسى ثانيه واحده ويروح. لا، التاني مش كده، مش كده، ده بيستمر نسيان، مش يروح ويجي. وبعدين بينسى ايه؟ عيان الالزهايمر لما يجي يتكلم يبتدي ايه الحاجات اللي يبتدي ينساها؟ اول حاجه المواعيد. يدي لحضرتك نقطه مهمه جدا، انا هقابلك الساعه 6 هطلبك في التليفون، ما يتبكيش، يجي انت بابا انت مثلا لا قدر الله ويا فلان اكس انت ما اتصلتش، هو انا قلت لك ان انا هتصل؟ This is the start، دي البدايه. اهم حاجه المواعيد. اتنين، الكونتنت او المحتوى. يعمل محادثه تليفونيه سي، وتيجي تقولي له، يقول لك ينكرها دينايل، ينكر تماما ان انتوا اتكلمتوا في المحتوى بتاع المكالمه التليفونيه انها حصلت من اساسه. ثلاثه، الدنيا هتبتدي تسوق تزيد اكتر، يبتدي يكرر كلمات وجمل بتكرار والحاح غير مفهومه، وهو مش بيتكلم، يعني هو قاعد بيتكلم بس يقول كلام مش مفهوم. اربعه، يعني هو عمال يكرر حاجات يكون عارفها او كلمات عارفها كويس قوي ما يعرفش ينساها. مثلا النهارده مثلا عيد الاستقلال سي، النهارده الناس موجوده عشان في فرح، هو عايز كلمه عيد الاستقلال، العيد الكبير مثلا. النهارده الناس بتذبح وكده، في حاجه، طب ايه هي الحاجه دي؟ حاجات معروفه وفاميليار ويز اكوينتد تو ايت، يعني كان متعود عليها وفاميليار معاها ينساها. دي البدايات. يتدهور الدنيا اكتر، يبتدي يحصل عنده حاجه في الكومبريهنشن، الفهم. حضرتك تكلميه عشان انا ارد على حضرتك،
حضرتك بتكلميني، بعمل ريسبشن استيعاب استقبال، ثم كومبريهنشن فهم، ثم ريتنشن بحتجز المعلومة، ثم اروح مطلعها ريتريفل اطلع المعلومة. هو هنا عنده الفهم، الدايرة بتاعت الفهم بتقف، وبالتالي تبتدي تكلميه مش زي الارسال، تكلميه ما يفهمش انت بتقولي ايه، كلمات عادية وباسلوب سهل. هو في سمعك، سمعك ده احنا فاهمين الزهايمر غلط خالص، ومش فاهم انت بتقولي ايه. دخلنا في مرحلة اكتر، يبتدي معلش يبتدي حاجات طفيفة جدا، على سبيل المثال يربط مثلا الكرافات ما يعرفش، يفك زرار القميص ما يعرفش، ان كان بيسوق العربية ما يعرفش يركنها، يبتدي بقى تحصل حاجات يعني يفك الزرار بتاع القميص ما يعرفش، دي حاجات سهلة جدا. يبتدي يتدهور اكتر، يبتدي يحصل حاجة اسمها التوهان، يعني شوارع هو طول عمره كان في الشارع وطول عمره حافظها في البيت برضه، يخرج ما يعرفش يرجع، يحط الحاجة في أماكن جوه البيت وينكر أو ما يعرفش خالص، ينسى حطها فين، حط المفاتيح في مكان ما يعرفش يوصله، خرج مشي في الشارع، شوارع كان مألوفة لديه يتوه بسهولة جدا، يبتدي يتدهور أكتر، يبتدي ما يقدرش حتى الكير بتاعت التويلت البراز والبول ما يقدرش، ما يقدرش تحط التويلت وحده، يبقى اندبندنت completely independent، يعني لازم يعتمد على حد، لازم يعتمد على حد. طيب انا هرجع اقول النقط اللي حضرتك قلتها لان دي مهمه جدا. Please. لكن بس معانا تليفونات كتير قوي. استاذه هاله مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا اسفه ان انت اتظاهرتي حضرتك كتير على التليفون. اتفضلي يا حبيبتي. حضرتك انا ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله كويس. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ حضرتك انا جالي جلطه في المخ من حوالي 8 سنين، وحضرتك بعد كده جالي ضغط وسكر، وحضرتك عملت عملية ورم شلته من 3 سنين. ورم ايه؟ وشلته ورم من 3 سنين. ورم في الرحم. في الرحم. شالوا الرحم وشالوا كل حاجة. حضرتك دلوقتي انا بنسى الحاجات القريبة. يعني حضرتك اللي فات كله، انا عندي 45 سنه، القديم ما مش فاكراه نهائيا. ابني بيقعد يفكرني بحاجات قريبه، يعني مثلا من سنه ما بفتكرهاش، لازم تبقى الحاجه قريبه قوي عشان افتكرها. ده يبقى زهايمر، دي حاجه يعني انا ما بفتكرش الحاجات القديمه خلاص، بعد اتحاول اتفتكر، يقول لي حصل كذا كذا يا ماما يوم كذا، اقول له مش فاكره والله، مش حاسه ان انا الحاجه دي عملتها. حضرتك انا جسمي كله من ساعه الجلطه، يعني كنت بتعالج في القصر العيني، حضرتك ما بقدرش اتعامل في البيت، تعبانه على طول، بنام كميه رهيبه، لما بتعب ويعلق لي جلوكوز ما بيمشيش في جسمي، قالوا لي عندك الدوره الدمويه، الدم يعني مش بيمشي، اطرافي كلها ما بعرفش اتحكم فيها، يعني اعمل اي حاجه اتعب بسرعه. حضرتك ما بعرفش امسك حاجه بصوابعي، بحس انها سايبه، يعني ما بعرفش اتحكم، مثلا اعصر ليمونه، امسك سكينه جامد فتره كبيره. انا عايزه اعرف اروح لمين، رحت لدكاتره كتير مش مجدي. انا حاسه ان انا تعبانه، بنهج على طول، نايمه على طول، حته النسيان دي تعباني، مرهقه على طول، باخد ادويه، باخد حقن، قعدت سنين باخد حقن، مش لاقي اي حاجه مجديه. معلش انا اسفه طولت على حضرتك. لا يا حبيبتي الف سلامه عليكي، وان شاء الله ربنا يديك الصحه. انا عايزه بس اقدر ان انا اخدم في البيت، يعني اقدر اقف. هتقدري؟ يعني هتقدري في البيت اخدم، بس مش عايزه اكتر، حمد ربنا على كل شيء. هتعملي كده وهتقدري، وخلي عندك يقين بان انت تعملي كده. يا رب يخليكي يا قمر يا ست الكل. يا حبيبتي ربنا يخليكي، بنشكرك على اتصالك. معلش احنا هناخد تليفون بس من استاذ محمود وبعد كده مصطفى ونرجع نرد على السؤالين. يا استاذ مصطفى مساء الخير. ايوه مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. اتفضل يا فندم. الدكتور مع حضرتك. انا بحيي الدكتور طبعا على علمه الوافي دهوت، بس بطلب منه، انا طبعا عندي 57 سنه والمدام عندها 54، ساعات واحنا قاعدين مع بعض كده بحس ان احنا قاعدين في يعني عندنا شويه تخلف كده، لا هي فاكره حاجه ولا احنا فاكرين حاجه، نتفرج على التلفزيون فنان معروف مثلا قديم ما نفتكروش، نقعد ربع ساعه فاللي انا عايز اقوله للدكتور بس يدينا روشته، ايه العلاج اللي احنا ناخده للوقايه سواء فيتامينات او مواد غذائيه علشان الحاله ما تزيدش يعني. والله انا اشكر حضرتك جدا. احنا زي حالتك على فكره يا استاذ مصطفى، يعني بقول لحضرتك بنقلبها ضحك في الاخر يعني. طبعا يقول لنا ايه المواد الغذائيه اللي ناخدها، ايه الفيتامينات اللي ناخدها للوقايه يعني. اشكرك شكرا جزيلا. بشكرك جدا يا استاذ مصطفى. واخر سؤال بس من استاذ عبير ونرد على كل الاسئله. يا استاذ عبير مساء الخير.
سافير. اتفضلي يا فندم الدكتور مع حضرتك. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. انا ماما عندها 75 سنة. فجأة السنة اللي فاتت بدون اي سابق انذار لقيتها نسيت ادويتها تماما. ما بقتش تاخد الدواء بتاعها. انا ما كنتش اعرف هي كانت المسؤولة تماما عن انها تاخد الدواء بتاعها. ايوه ادويه ايه؟ ادويه كوليسترول وادويه ضغط وادويه السكر بتاعها. انا بشتري الادويه وعارفه اسامي الادويه تماما، انما هي كانت ما عارفه ايه قبل الغدا، ايه بعد الغدا، ايه الكلام ده. بصيت لقيت وانا اللي بشتري على طول هي اللي بتقولي ايه الادويه الناقصه عندها، فانا على طول كل شهر بجيب لها الكميه بتاعتها بتاعت الشهر كله. بصيت لقيت شهر ما طلبتش مني، قلت يمكن عندها ريسيرف موجود من الادويه هي شايلاه او حاجه. تاني شهر بصيت لقيتها بتقول دماغي مصدعة ومش قادرة. طب يا ماما نقيس الضغط، لقيت الضغط عندها عالي جدا. طب انتي الادوية بتاعتك فين يا ماما؟ انتي ما بتاخديش الدواء؟ طب وريني، عايزة اعمل تشيك على الادوية بتاعتك. ماما انتي بتاخدي الدواء ده؟ لا. ماما بتاخدي ده؟ لا. خلاص مواعيد، يعني قصة معاد الدواء سقطت من عندها تماما، ما بقتش فاكرها خالص. فانا خلاص توليت الموضوع ده. لما رحت للدكتور، يعني انا اللي بقيت خلاص مهتمين ان انا اديها الادويه بتاعتها في مواعيدها. لما رحنا للدكتور بتاع السكر بتاعها وحكيت له على الموضوع ده، قال لي لا ده علشان السن وكده، هديها حاجه تساعدها على انها تفتكر. اداها دواء بس ما حصلش حاجه، هي زي ما هي نسيت موضوع الدواء تماما. وانا اللي لازم كل قبل وقت اقول لها الدواء ايه. ابتدت كمان يعني الحاجات القريبه، لو حد كلمها في تليفون بعد ما كلمت يعني اقول لها قال لك ايه، تقول لي انا نسيت كل اللي قاله لي دلوقتي. حاجات حصلت زمان تحكيها لي حاليا على انها مثلا حصلت من شهر مثلا، والموضوع ده حصل من 10 سنين. اقول لها ماما الموضوع ده قديم جدا، ده مش ما حصلش دلوقتي. تقول لي لا ازاي ده لسه حاصل امبارح او من شهر. طب من امتى يا ماما؟ لا من اسبوع، من 10 ايام. انا مش عارفه ده الزهايمر. طيب ليه علاج يا دكتور ولا ملوش؟ هل ممكن يقف عند الحد ده وما يتطورش اكتر من كده بعلاج، ولا ملوش علاج وهنفضل ماشيين في الخطوات دي لحد مش عارفه يعني ايه بعد كده؟ بس طيب. ده اللي انا عايز اسال حضرتك. نشكرك جدا يا استاذه عبير والف سلامه على مامتك، والدكتور هيرد عليكي. بس ابتدي باستاذه هاله، كانت قالت انها كان عندها جلطه في المخ وعندها مشاكل كتير قوي هي ذكرتها، وبعدين عملت عمليه، وبعد ما عملت العمليه دلوقتي مش قادره تقوم، بتنام كتير، حالتها النفسيه زي الزفت، الحاجات كلها اللي احنا سمعناها، وهي صغيره عندها 45 سنه. احنا ممكن للتسهيل ندمج الحاله الاولى والحاله الثالثه. اوكي. الثانيه ده خليها على جنب، انت عايز ارشادات. ده احنا كلنا كده يا استاذ مصطفى. لكن الاولى والثالثه هنجاوب عليه برضه، لان ده كلام مهم. بس الاولى والثالثه ممكن يتحطوا في اطار واحد. هو ده اللي كنت بقوله لحضرتك لما بدات، قلت لك ان في حاجه اسمها الفاسكولار ديمنشا. الفاسكولار ديمنشا اللي هو الخرف نتيجه الاوعيه الدمويه المخيه ان بارتيكولار. ايه اللي بيحصل لها الاوعيه الدمويه؟ اللي بيحصل لها انه مع تقدم السن ومع حاجات كثيره زي التدخين، تحت فيها 100 خط زي ما انت قلتي، ارتفاع الكوليسترول في الدم نتيجه الاكل، الضغط، ارتفاع الترايجلسرايدز، الملح الكتير، ثلاثيه الابعاد، وارتفاع اليوريك اسيد، ارتفاع الضغط، ارتفاع السكر في الدم، ارتفاع اليوريك اسيد، وبعدين الاوبيستي او السمن. السبعه دول اسمهم ريسك فاكتورز. السبعه ريسك فاكتورز دول عوامل خطوره بيؤدوا الى ان الاوعيه الدمويه يحصل فيها. يعني ايه تصلب شرايين؟ يعني الوعي الدموي اللي كان تخن كده وكان الاستيك، بمعنى مرن، لو قبض ويوسع، يبتدي بالتدريج يترسب فيه الكوليسترول والترايجلسرايدز، وبالتالي يضيق، وبالتالي يبقى ريجيد، يفقد المقدره على الاستيستين، يوسع ويضيق، يبتدي يضيق الى ان يتقفل، ودي اسمها الجلطه او الاكلوجن او الانفاركشن او الكلوت او الجلطه. الماسوره صدت بالظبط كده. اكزاكتلي بتاعه الدم بالظبط كده. فهي اللي الحاله الاولانيه والثالثه هما الاثنين. اول اعراض ده ايه؟ اول اعراض يبتدي هي بس يعني بتقول اللي هي بتشتكي منه دلوقتي، لكن لو رجعت للتاريخ هتلاقي انه بدا يبتدي ازاي. يبتدي تنميل في ايده ورجل، اثنين تقل في ايده ورجل، ثلاثه تشرق. مهم قوي، واحنا بنشوف ايه ده حد جايب في سيرتنا ما شاء الله تبارك الله، دايما احنا كل حاجه انت عارف نعزوها الى الصوت. حد جايب تشفق كتير، اساليها. تبتدي احيانا تضحك
في مواقف لا تتطلب الضحك فعلا؟ يس. ودي ليها دعوة يس تو ذا اكستنت. واحد يروح عايز يضحك يروح فرح يعيط يبتدي يبقى الواحد ايموشنال. يعني ايه؟ مجرد تجي له معلومه قد كده ده فلان مات. ما كلنا بنتاثر بس درجات تاثرنا بتختلف، لكن اي معلومه تقولها له توصل ايه راح معيط على طول يبكي بكاء مرير. ده سموه ايموشنال لابيليتي، عدم ثبات انفعالي. عدم ثبات انفعالي. يضحك في موطن لا تطلب الضحك، يشرق كتير، ازدواج في الرؤيه، دوخه، عدم اتزان. خصوصا لك ايه لما اجي اصلي اوطي الاقي نفسي دايخ، دماغي فاضيه، الدنيا بتلف بيا، الاوضه بتلف بيا، اللمبه بقت فوق وبقت تحت. الحاجات دي كلها اعراض لحاجه تانية غير الزهايمر. تكمل بقى بايه؟ ابتدي انسى. انسى ايه؟ انسى الحاجات الحديثه. بمعنى انا لو عايز اشوف عيان اقول له ايه مثلا؟ رقم تليفون. بعد 5 دقايق اقول له قول لي رقم التليفون، ما يعرفش. اقول له 6 ارقام وبعد ما اقولهم له اقول له ايه؟ رتبهم لي من بالعكس، ما يعرفش. اقول له اسم اي حاجه واستنى بعد 10 دقايق واساله عليها، مش هيعرف. لكن تعالي بقى للحاجات القديمه يفتكرها اكزاكتلي، لان دي بقت سوليديفايد، حصل ده كيميكال تشينج في المخ سوليديفايد لغايه الممات. انت عارفه تيل ديث ودو اس سيباريت، يعني ما يفترقوش خالص. لكن الحاجات الحديثه كلها لسه ما بتبقاش، ما تحولتش الى كيميكال سيجنال بقت سوليديفايد في المخ، فايزلي انها تبقى اريزد يعني او ديليتد. كل ده ملوش دعوه برضه بالزهايمر. ابسولوتلي ده خالص. كل ده ماشي في سكه واحده، ريسك فاكتورز، تجلط. وعشان كده بقول للناس هنا من فضلك بلاش تاكل ملح، من فضلك عالج الضغط از ايرلي از بوسيبل، من فضلك نظم سكرك، ابعد عن الحاجات البيضاء، الدقيق والملح والسكر، جلوتين، الحاجات من فضلك اللي ابعد عن الدهون. ولما نقول الدهون نعني ايه؟ ما دي نصائح بقى، نعني ايه؟ من فضلك بلاش سمنه بلدي، بلاش قشطه، بلاش زبده، بلاش لحم خروف، بلاش بط، بلاش وز، بلاش جمبري كتير، بلاش لوبستر او استاكوزا للناس اللي بيقدروا، بلاش فول سوداني، بلاش لب، بلاش مكسرات رمضان، بلاش صفار البيض. بس ده ممكن يضر، بلاش كل الجبن، كل الجبن ابسولوتلي كنترول ممنوعه الا الجبن القريش. كل الالبان ممنوعه الا اللبن خالي الدسم. كل الزبادي ممنوع الا الزبادي خالي الدسم. العيش او الخبز عيش سن. بعدين اشرب ميه كتير قوي 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 قوي. ازمان انت لسه كنت بتقولي في قبل انا ما سامعك ده الميه دي مية. لا وعايز اقول اكتشفوا ان سبب من اسباب عدم التوازن ممكن يبقى ميه. لسه كنت بقول المعلومه دي استاذ يس الباسورد وان اوف ذا باسورد الكلمات السحريه والسريه مية. للعلاج الميه. انت شربت ميه كتير قوي، قلل از ماتش از يو كان الدهون والبروتينات. يقول لك ايه؟ اصل انا ما اكلتش بروتينات فحاسس نفسي ضعيف. ذيس از ابس. انا واحد من الناس، انا فيجيتيريان باي ذا واي ل 40 سنه دلوقتي. انا عايز اقول لك انه الناس لو تعرف كميه الضرر الرهيب، وبقول تاني الضرر الرهيب اللي على اللحمه، والله ما تحطها في بقها. يا دكتور عارف ان مودريشن كل حاجه باعتدال، يعني بالراحه. انت محتاجه في السن بتاع حضرتك، حضرتك شابه في العشرينات، مش قوي لا خالص، انا في 35. اوكي 35 محتاجه قد ايه؟ 60 جرام بروتين بير دي. لكن ما تجيش تقولي ايه انا اكلت في لحمه خروف اكلت 12 حته، اصل اللحمه غاليه. اللحمه مضره، مضره جدا. حاجه نقطه مهمه جدا، مضره جدا حضرتك قلت عليها، جنب الميه لازم نبطل الديوريتكس، الحاجات اللي بتنزل الميه. طبعا ما نزودش من قهوه، ما نزودش من الشاي، ما نزودش من المنبهات. طبعا كل ده بينزل طبعًا الميه في التوالت. فاحنا نظمنا الضغط، نظمنا السكر، نظمنا الكوليسترول، وقلنا الاكل ما ناكلوش، بلاش يوريك اسيد، بلاش لحوم كتيره، بلاش بقوليات كتيره، نشرب ميه كتير قوي قوي قوي، ناكل خضروات، ناكل فاكهه، نمارس الرياضه، ويبقى عندنا الرضا، الرضا النفسي، راحه البال، الرضا لمن يرضى. لان يقول لك انا دمي اتحرق، كلمه دمي اتحرق دي في منتهى الخطوره. طبعا انت لسه كنت بتقولي، انا سامعك بتقولي الالكالاين دايت، لما البي اتش بتاعت الدم معاك، تقول لك دي كلمه صح، دم اتحرق بقت كلها اسيدك، الاكلات القلويه ده بيدمر كل خلايا المخ. طبعا الاكلات الاسيدك اللي الدكتور او الحمضيه اللي الدكتور بيتكلم عليها دي، طبعا لازم حلقه مخصصه نتكلم عليها الاكلات القلويه. بس للاسف احنا قدامنا دقيقتين، فاحنا في الدقيقتين دولت نقدر نقول للناس نصائح، نصائح وغير كده استاذ مصطفى هنكون بنرد عليه من خلال النصائح دي. بس مهم نحط خط تحت الاكتشاف المبكر، ازاي اقدر اكتشف early as I can او بدري على قد ما اقدر. ايه نصايح للوقايه؟ حضرتك بسرعه جدا، نمره 1 اول لما الاقي ان حد بدا ينسى
وانه بيكرر كلمات مش مفهومه وانه بدا يتو او بدا حاجات كان معتاد انه يعملها. واحد بيانيست طول عمره بيلعب بيانو اول اوف سادن يستارت تو فايند ديفيكولتي، في صعوبه في انه يتعامل مع البيانو، في صعوبه طبعا لازم اشوف بسرعه عشان ما نضيعش الوقت. اتنين، اروح بسرعه للدكتور المختص، وهنا الدكتور المختص امراض المخ والاعصاب وليس تحتها 100 خط جراح المخ والاعصاب. امسك كلير مش الجراح، امراض المخ والاعصاب وليس جراح المخ والاعصاب. ثلاثة، اشرب ميه كتير. أربعة، اي حد تعدى 60 سنه وما عندوش مشاكل في سيوله الدم لازم ياخد ادويه بسيطه للسيوله بتاعت الدم زي الاسبرين كده، الاسبرين البيبي اسبرين ده بس ده بس. خمسة، الاستاذ مصطفى في ادويه بروفيلاكتيك بتعمل حاجه اسمها نيورو بروتكشن، بتحمي خلايا المخ زي الممانتين، طبعا مش هقول اسمه التجاري لكن هو الممانتين دي حاجه وورلد وايد على مستوى العالم، ياخد حبايه ممانتين كل يوم دي هايله. انا عايز بس اضيف نقطه، انا قلت الطعام وقلت الرياضه وقلت راحه البال، انا مهتم قوي كمان في نص دقيقه الكير جيفر، الست او الراجل اللي بيعتني بعيان الالزهايمر. هنا بديله نصايح في التعامل مع ازاي اتعامل مع مريض الالزهايمر. لو سمحت اتكلم معاه بصوت هادئ، لو سمحت استخدم كلمات بسيطة عشان يقدر يفهم، خليك ملاك، استخدم جمل طبعا قصيرة، لو سمحت ما توبخوش، لو سمحت ما تجرحوش، لو سمحت ما تقولوش انت بتنسى انت بتخرف، ما تقولوش انت عندك الزهايمر. لو لقيته مصر على اختلاق قصة لم تحدث مفيش داعي نتقوحه، حاول تغير الموضوع وتصله الى بيبي. غير الموضوع ووصل عشان تصل مع النقطة تتفقوا عليها. افرض ان هو، لانه احيانا يعني مريض الالزهايمر بيجيله اكتئاب وانطواء وعزله وتهيج وسب واكسايتمنت وهلاوس. حاول ما تفتكرش ان هو بيسبك انت، دي حاجه اجينست يو، ده جزء من المرض طبعا. حاول تتحمل ده، اشرح له بهدوء، شوف الحاجات اللي هو بيحبها، حاول تفكره بهدوء، والناس اللي بيحبهم قربهم منه، الناس الوحشين يبعدهم عنها، الاماكن اللي هو كان معتاد يروحها وبيحبها بيروح النادي، بيروح السينما، ودوه النادي السينما ده مهم جدا. كل افراد الاسره، كل واحد يبقى عارف اكزاكتلي دوره، واول لما يتشخص الزهايمر حاولوا تجتمعوا كاسره وتاخدوا قرار. لو في ميراث او في حاجات ماديه بسرعه هو قادر على اتخاذ القرار قبل ما ينعدم مقدرته على التفكير اطلاقا. ونتمنى السلامه للجميع يا رب ان شاء الله. بمناسبه اليوم العالمي للتوعيه بمرض الزهايمر، اتمنى اي حد تعرفه عنده الزهايمر تروحوا تسالوا عليه، تطمنوا عليه، تعملوا له حاجه حلوه، هتكسبوا كتير قوي منك لربنا ومنك للبني ادم اللي قدامك كمان. دكتور طارق بشكرك جدا على وجودك معايا النهارده، شرفتني ونورتني ونورت المكان كله، ولازم نتكلم اكتر عن يعني كل حاجه ليها علاقه بالمخ والاعصاب والالكالاين والاسيديك دايتس لانها مهمه جدا، لكن ان شاء الله في الحلقات الجايه. نورتنا بحضرتك يا فندم. بشكرك يا فندم. مشاهدينا الاعزاء تابعونا بعد الفاصل على طول، مفاجاه حنان مفيد فوزي اللي هي طبعا انا عاوزه يعني احرقها لان قالتها الفنانه الجميله جدا دره، تابعونا.